ايه ده لقطت معاك على طول الصناره. مش على طول، ده انا بقالي ساعه السبك رافض بيطلع في زمن الاخوان. السبك عنده وجهه نظر. واضح واضح انك انت صبوره يعني بقالك ساعه قبل ما اصطادتي سمكيه. الله يعلمونا الصبر يا هاني. حكومه الدكتور انديل طبعا. ومرسي. ومرسي. انا دايما احب اتكلم عن مرسي. انت على طول تخبطي في الكبير. اصل يعني. مرسي يعني يعني هو اللي جايب انديل وهو اللي جايب باكينام. انا احب باكينام قوي قوي برضو. برضو ده من الكبار. الحقيقه انابت يعني هو بعتها عشان عشان ضحايا الخصوص. بدل ما يروح بنفسه الحقيقه، بس هو راح للشباب بتوع الازهر اللي كانوا بيتقيأوا. ربما التقاء القيء يعني وكذا اهم من القتل من الموت. لا وتصريح عصام الحداد كان تصريح يعني اثار غضب الناس كلها يعني الحقيقه. هم طبعا هو يعني هم انا يعني انا مقالي الاسبوع ده اسمه بص العصفوره، ان هو التصريحات المستفزه بتاعت العريان وبتاعت الحداد وبتاعت كل هذه الشله والخطب يعني الكوميك الجميله الفكاهيه بتاعت مرسي هي العصفوره. هي العصفوره. وبنبص، مع ان احنا اتعلمنا من صغرنا ما تقول بص العصفوره، من المره الثانيه بنلقط ان هي تروح حاطه لك الاكل في بقك، تروح كذا، ما بقتش تبص العصفوره، تلاقيها بتبص العصفوره هي. فتلاقي كل الناس وفيسبوك والنخبه وكذا وكذا سكنه في حديث الاصابع ودونت ميكس والدرينك مش عارفه ايه، كل الحاجات يعني والقرد والاوراداتي والتعبان والسمكه كل الاكسبريشنز كل المعجم المرساوي ده. طب انت لو حبيتي تعزميني بقى على اكله سمك، تعزميني على انهي نوع من انواع السمك؟ المشوي. مشوي عشان احنا بنتشوي دلوقتي. طب انا عايز اعرف السمكيه اللي انت طلعتيها ديت هتيها لي. السمكه عشان دي في اكيد فيها انا بصطاد السمك يا جماعه وبنزله في الميه تاني. طيب السمكيه ديت بتقول لك هل صحيح احنا قربنا على ثوره الجياع؟ طبعا داخلين على ثوره يعني فعلا داخلين طبعا مع ارتفاع الاسعار مع كلمه ارتفاع بقت كلمه يعني غير معبره على الموقف. الموضوع مش ارتفاع، موضوع اشتعال، موضوع استهبال، يعني حاجه في حاجه غير منطقيه بتحصل يعني. طيب مين عامل زي سمك التعابين في دنيا السياسه؟ الاخوان. لا امال مين الاخطبوط؟ لا الاخطبوط بقى الزغلول الكبير قوي بقى. الزغلول الكبير اللي بيحرك اللي واقف ورا الستار. طب مين الحوت؟ الحوت بقى هو اللي هيبلعنا كلنا مع ثوره الجياع. ثوره الجياع هي الحوت القادم يعني. انا عايز اصطاد ديت كده. مش طب استنى ما اصطاد لك انا. بقول لك ايه؟ لا لا استنى. انا مش قادر اصبر على حكومه انديل ديت. مش قادر اصبر عليها. انت هتعرفي يا بنتي الايه يا فاطمه. بس انت اصطادت سمكيه ما عليهاش اي سؤال. ما هو ده بقى السؤال الصامت. ده سؤال. في سؤال صامت. ليه؟ زي ما عمل دنقل. عمل دنقل كتب القصيده البيضاء. طب انا جبت لك سؤال اهو. السؤال التي اللي تحبي توجهيه للرئيس مرسي؟ اقول له ارتقوا فان القاع ازدحم. القاع ازدحم؟ ايوه. ازدحم بايه؟ ازدحم بمن ليس راقيا. فلا بد ان نرتقي لان القاع ازدحم. نرتقي بقى، نرتقي بال وريني سمكتك. هل صحيح قلتي على مرسي اما الافراج عن مبارك او السجن معه؟ طبعا، لانه فعل ما فعله مبارك. فلا ادري يعني نحن اختصمنا مبارك. انا على الاقل انا العشر سنين اللي قبل الثوره كنت اكتب ضد مبارك وضد سياسه مبارك وضد التوريث وضد كذا وضد كذا حتى اقرنا مبارك ويحاكم الان بتهمه قتل انت مش عارف اصلا شيتنج على فكره. لا انت بتغش. انا عايز اقول لك انها فاضيه برضه. ما فيش هو بيساهيني وبيصطاد على فكره. لا استني اهي. فانا عايز افهم كان بيقول لك يعني بيننا وبين مبارك دم وحاجات زي كده وقتل وشهداء والى اخره، صح؟ واللي بيننا وبين مرسي ده يعني كريم كراميل مثلا ولا كاتشب؟ لا طبعا. لا 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 اللي في الاتحاديه دول في قتل كتير جدا. بس خلاص. طب تفتكري مصر هتلقى مصير سوريا؟
شوف انا دلوقتي هم بداوا فعلا يعملوا طبعا احنا هنبقى مصير ايران لو استمر، وان شاء الله مش هستمر، ان شاء الله هنسترد بلدنا من اللصوص سارقي الثورات والثروات. ولكن هم احنا نشبه دلوقتي سوريا وليبيا قبل الثوره في ايه؟ انه يقتل المعارضه. قتل المعارضه، ما كانش في حاجه اسمها معارض سوري من جوه، لازم معارض سوري يبقى من بره، كان مانع الاحزاب ومانع اللي هو حافظ الاسد وبعديه بشار. والقذافي طبعا الـ يعني كلنا نعرف يعني ان ما كانش في حاجه اسمها معارضه داخل، فهو دلوقتي يحاول يعمل ده ان هو يعني يقصف الاقلام. هو هذا الذي قال لن يقصف قلم في عهدي، يقصف الاقلام ويكمل في افواه وكذا وكذا. انا صفحتي على فيسبوك عامله كروس لابسه كليوباترا وعامله كروس تكميم الافواه، لكن انا لا يعني مرسي يستطيع ان يقتل الشخص ويقتل وهو يقتل، ولكن الفكره لا تقتل، للافكار اجنحه تطير ولا تقتل ابدا. طيب تعالي بقى، عايزك توزعي الكتب بتاعتك. ايش وشويه السمك اللي طلعناهم دول يا اولاد؟ وزعي الكتب يا فاطمه. اوكي. اديهم للجمهور. مين بيقرا شعر؟ مين لا ده انت. البنات. لا بس بالعدل يا اولاد. تعالي 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 يا فاطمة، تعالي يا فاطمة. هسمعلكوا على آخر الحلقة. عايز أوريك يوتيوبي. أوكي. وحضر الرئيس جمال عبد الناصر الاحتفال بإرساء حجر أساس الكاتدرائية المرقصية الجديدة. وقد استقبل سيادته غبطة البابا كيرلس ورجال الكنيسة القبطية في مصر وإثيوبيا. وحضر حفل نواب الرئيس ورئيس مجلس الأمة ورئيس الوزراء والوزراء. وألقى الأنبا أنطونيوس كلمة نيابة عن غبطة البابا كيرلس، شكر فيها الرئيس لحضور الحفل ومساهمة الدولة في بناء الكاتدرائية الجديدة. وقال إن تعاون المسلمين والمسيحيين لم يقف يوما عند حد، فإن الهلال يعانق الصليب دائما في وحدة قوية. ثم ألقى الرئيس كلمة تحدث فيها عن الثورة والدين، فقال إن الثورة قامت على المحبة ولم تقم على الكراهية والتعصب. الثورة قامت وهي تدعو إلى المساواة التي نادت بها الأديان السماوية. وقال الرئيس نحن نفخر بأن بلدنا ليست فيها طائفية.